مرحبا الناس الكل في تيكا تاك. اليوم باش نحكيو على كلاسيكو البطوله اللي فيه واحد واحد بين الترجي والنجم الساحلي. كلاسيكو باش نرجع عليه باكثر تفاصيل، لكن دائما اذكر للناس اللي ماهيش مشتركه في القناه تشتركوا في القناه، خلونا نوصلوا ل 10000 مشترك. رجاء من الناس الكل تدخل وتشوف الفيديو وتخلينا لايك. دونك ماش نمشيو الفاصل المره هذه باش نكسر الروتين شويه، باش نحكيو ديريكت في الماتش. ماتش واحد واحد اليوم، الترجي تساوي في النقاط مع اتحاد مونستير 21-21. اليوم الترجي كمقابلة محترمة خلينا نقولوا في الظروف اللي عاشها الترجي، في الحاجات الاكسترا سبورتيف، المواجهات نتاع الجماهير مع الامن، مع برشا حاجات صارت خلينا نحكيوش عليهم، نحكيو كورة. اليوم تحب ولا تكره الترجي دخل برسم تكتيكي نتاع العادة 4-3-3 مع الاعتماد على بن حميد في وسط الميدان. اليوم هدف اول جيل الترجي عن طريق اللاعب بن حمودة خلى الترجي نوعا ما تلعب يعني مرتاح. قاعدين نشوف البلوك يطلع نتاع الترجي، الكل يرجعوا يدافعوا، ثم ثم المعاض نتاع الاطراف نتاع الاظهره. ولو اني عندي مؤاخذات على شان مع المشموم لاعب حقيقه ما يرتقيش للترجي. حاجه اخرى حبيت نحكي فيها ان المردود ممتاز جدا للاعب نيس البدري. اليوم البدري ورا ماتش، عمل ماتش تعفون. اليوم تحب ولا تكره عندك مجموعه بيت تبني عليها مع بعض تدعيمات. ديزيامي طون شفنا البيلانتي اللي طوال، عدت اللي طوال، جات ورقه حمراء ولقطه الاخلاقيه من حسين العياد. حقيقه الملاعب يلعب في منتخب الجزائر وملاعب دولي، ما يجيش منه حاجه كيما كاكا، وحاجه كيما كاكا ما تطلعش عليه. لا علينا شعنا فيه ما نحكوش فيه. ترجي واخر تاي شويه قبلة اللعب، ما استغليناش النقص العادي نتاع النجم الساحلي. اليوم في 77 دقيقه تجيك ورقه حمراء اللي طوال، ما استغلهاش، مشكله كبيره. ما شفناش ترجي كالعاده قاعد نلعبوا دائما التالي طيحنا البلوك، قاعد نلعبوا على الكونتر اللي طوال خذي علينا وسط الميدان طلعوا علينا. حتى التغييرات نتاع المدرب معلول ما كانتش فيها عمق هجومي، حبينا نحافظوا على النتيجه، لكن جات ضربه الجزاء اللي عدل بها النجم الساحلي والمباراه مشات معناتها متكافئه. تحب ولا تكره في ظروف كيما هذيك نقطه تعادل يعني خلينا نقولوا كافيه، وخلينا نقولوا في الظروف اللي عاشها الترجي يعني مناوشات مع الجمهور. شفت انتم حتى لقطه الهدف الاول نتاع الترجي كيفاش الجمهور هبط، يعني ثم برشا حاجات ما تصيرش في الكوره، وفما برشا حاجات لازم حقيقه نبتعدوا عليهم. اليوم احنا نحبوا الجماهير تدخل، نحبوا الجماهير تتفرج بجماهير كيما هذه وبناس كيما ذو، ما نجموش نوصلوا بعيد. اليوم تحبوا الاتاكر الترجي عرف كيفاش يعامل، كيف يجاري الماتش نتاعو. خرجنا من نقطه خيمه بلاش في ظل اللي صاير الكل، في ظل اللي قاعد نشوفه فيه. اليوم كما قلنا الترجي ديزيامي طون حاول انه يحافظ على يحافظ على نتيجه التقدم، وخر البلوك قاعد يلعب على الكونتر. حصرنا النجم الساحلي في الميليو، كان النجم الساحلي دائما وين ياخذ الكره فما دو جوار يكونوا طالعين عليه. اليوم مثل ما ميتو ترجع يعتبر انه نجح في فرض الاسلوب اللعب نتاعو على الترجي. دي زي ميتو خذوا علينا هم اللعب شويه بحكم انه الترجي متقدم، لكن حاولنا ان نسير المباراه باش نخرجوا بنقطه الفوز. لكن ضربه الجزاء اللي في اعتقادي كانت يعني كنا نجم نتفاداوها عدل منها النجم الساحلي، والماتش قعد كيليبري حتى بعد ما جات الورقه الحمراء من نجم نجم ماركيو. اليوم فما عديد النقاط للمراجعه، نقطه خيمه من بلاش في ظل ظروف كيف هذيك، في ظل ظروف كيف هذيك نقطه خيمه من بلاش. اليوم تحب ولا تكره جبنا نقطه من ماتش كان صعيب برشا 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 في ظل الظروف اللي عاشها الترجي في الوقت هذاك. مازلنا ماتش بن قردان لازم نربحوه ونشوفوا. انا في اعتقادي انه الترجي اذا تربح ماتش بن قردان ستتوج، لانه ثم ما نعرفوش احنا باش يرجع للجامعه، يعني ندر الموجات مباشره ولا تفعل الاهداف المدفوعه مقبوله. في كلتا الحالتين الترجي عنده الاسبقيه. اليوم نحبوا نهزوا بطولة ولا غير البطولة، كنا نتمنوا ان نربحوا اليوم، لكن كما قلت في ظل الظروف اللي عاشها الترجي حاجة باهية ياسر انك تروح من نقطة مع مردود خلينا نقوله محترم. اليوم شفنا فما حاجات تبشر انه الترجي بيتبدل، فما حاجات تبشر انه الترجي باش يتحسن ان شاء الله مع تدعيم الفريق بانتدابات، باش نشوفوا ملاعبية مخير، باش نشوفوا كورة مخير، باش نشوفوا هجوم مخير، باش نشوفوا تكتيك مخير، باش نشوفوا بناء هجمة مخير وجمال تكتيكي. هذه كانت حلقة اليوم اللي حابين نحكيو فيها على ماتش الكلاسيكو اللي انتهى 1-1 وتعادل، خلينا نقولوا في ظل الظروف اللي عاشها الترجي تعادل. اعتقادي انه نقطة خيمة بلاش في انتظار الجولة الثانية ان شاء الله اللي باش تعطينا صاحب اللقب. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.